الرحيم، طلاب الصف الثاني الثانوي. هنتكلم النهاردة عن درس الرابع من الدولة الأيوبية والمملوكية في التاريخ، وهنتكلم بداية عن أدوار الجهاد ضد الصليبيين، وهنبتدي بالدور الأولاني ودور الدولة الزنكية. دور الدولة الزنكية ده في دور عماد الدين الزنكي ونور الدين محمود ابنه، والدولة الأيوبية وده اللي قام به صلاح الدين الأيوبي، والدولة المملوكية وده اللي قام به الظاهر بيبرس والأشرف خليل ابن قلوي. دلوقتي هنتكلم عن الأجزاء دي بالتفصيل، وهنتكلم عن دور أولا الدولة الزنكية. استطاع أن يرد 3 إمارات، الرها وأنطاكيا ومملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس، سرعان ما تصدى لهم القائد عماد الدين زنكي وكان أمير من للموصل، ضم حلب حماة حمص اللي بيبتدي دايما بحرف الحاء، حلب حماة حمص، استرد إمارة الرها إلى أن استشهد واخترق النضال لابنه نور الدين محمود. نور الدين محمود عمل إيه؟ أدرك أهمية موقع مصر فتطلع لضم مصر. كان في نزاع حصل ما بين شبرد ودلغام، وإحنا جينا اتكلمنا عنه في الدولة الفاطمية، وكل واحد استعان بأطراف من الخارج. شبرد استعان بنور الدين محمود، دلغام استعان بالصليبيين، وابتدى يفكر ساعتها إنه يفكر في مصر ويسترد مصر. وطبعا بوفاة نور الدين محمود في هذه الفترة ترك الأمر إلى صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين الأيوبي هو اللي وحد البلاد وهو اللي واصل كفاحه ضد الصليبيين. وده حصل فعلا لما مسك صلاح الدين الأيوبي اللي وحد جبهة الإسلامية في مصر والشام والعراق، وقرر إنه يعمل دورين عشان يواجه فيها الدولة الصليبية، دور دفاعي ودور هجومي. الدور الدفاعي، اشتبك أولا في معارك محدودة في منطقتين الكرك والشوبك. هو فكر في إنه أنا عايز منطقتين دول عشان أأمن طرق القوافل اللي ما بين مصر والشام. طريق مصر والشام للحجاز كان في مدينتي الكرك والشوبك، دي موجودة على الطريق ما بين مصر والشام إلى الحجاز. فقرر انه يعمل هدنة مع ملك بيت المقدس، وملك بيت المقدس لما اتفق معاه ان الهدنة دي تبقى مدتها دي مدتها 5 سنوات. فده كان الدور الدفاعي. طيب السؤال هنا، هل الموضوع ده استمر؟ ابدا، حصل الدور الهجومي وكان سببه واحد اسمه إرناط، هنتكلم عنه دلوقتي، وده كان سبب موقعة حطين. في رسم تخيلي كده موجود عندنا في الكتاب لمعركة حطين. المعركة دي كان سببها إرناط لما عمل هجمة استفزازية لقوافل كانت موجودة، لأن بلدوين الرابع كان عقد هدنة مع صلاح الدين ال5 سنوات اللي احنا جينا اتكلمنا عنه. مين اللي نقض الهدنة دي؟ إرناط. قرر انه يهجم على القوافل الحجاج المسلمين، وكان ينوي على الاستيلاء على مكة والمدينة، وده الصورة اللي هنتكلم عنها دلوقتي في التخطيط للمعركة، صورة معركة حطين. طبعا أثار السلوك ده استفزاز كل المسلمين وعلى رأسهم طبعا صلاح الدين الأيوبي، فقرر إنه يتحدث في البداية مع إرناط، ولكن إرناط كان مصر وامتنع وأصر على عصيان، وأقسم بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي أن يريق دمه بيده. وهنا كانت معركة حطين. المعركة كانت إزاي؟ بصوا على الخريطة كده مع بعض هتعرفوا إنه صلاح الدين خطط للمعركة تخطيط رائع. ليه؟ أولا المعركة في خطين موجودين عندكم، خط أزرق وخط أحمر. خط الأزرق ده خط المسلمين لما قرروا إن هم يتوقفوا عند منطقة حطين، وأجبروا الصليبيين أن تكون هذه المعركة هناك،
قائد المعركة في هذه المعركة، كانت في معركة حطين، المعركة كان قائدها واحد اسمه ريموند سالس. ريموند سالس، بينما قائد طبعا المسلمين صلاح الدين الايوبي زي ما احنا عارفين. المعركة ليه بقت في حطين؟ احنا اللي اجبرناهم على فكرة ان احنا نتقابل في حطين. السبب ايه؟ اولا المنطقة كلها مناطق صحراوية، اللي يسيطر على المنطقة النهرية الشكل اللي انتوا شايفينه باللون الازرق ده، الانهار اللي معمولة باسهم كده واللجناب عند بحيرة طبرية، البحيرة الطبرية وما حولها من انهار سواء نهر الاردن او نهر اليرموك، الانهار دي اللي يستولى عليها يبقى استولى على المعركة. وده اللي حصل. قرر ساعتها صلاح الدين الايوبي ان تكون المعركة ما حول بحيرة طبرية، لانه عايز يستولى على مين؟ برافو عليك، على الانهار. فبالتالي قدر يستولى على الانهار واجبر قوات الصليبين ان تكون المعركة في حطين. وبالفعل استطاع ان ينتصر، واسر ملك بيت المقدس جي لوزن جنان، زي لوزن جنان، هذا الرجل اللي عفى عنه صلاح الدين ولكن اسر المقدس، بل وقتلوا ايضا جزاء لما فعلوا مع حجاج المسلمين. وبعد ذلك توجه صلاح الدين، وطبعا قدر انه يسيطر على المدن الساحليه بكل سهوله، وبطبيعه الحال خد بيت المقدس، وفي النهايه استطاع ان يفتحها يوم الجمعه 27 من رجب، ليله الاسراء والمعراج. وهنا جاء دور صلاح الدين عندما عفى عن الصليبيين، امنهم على ارواحهم، أعفى غير القادرين من دفع الفداء عن أنفسهم، الشيوخ والنساء والأطفال من دفع الجزية. ده في موقف جميل جدا عايزين نقراه كده مع بعض. بيقول إيه؟ واحد صليبي بيكلمه بيقول له: هو أنت بتعلن سماحتك وكرمك بالشكل ده، طب ليه جيت بيت المقدس؟ بص صلاح الدين قال له إيه: أكانت المدينة لكم أم إنكم اغتصبتموها من أصحابها وأسلتم أنهار الدماء في يوم مشؤوم تتحدثون عنه بالإعجاب؟ ده أنتم اليوم اللي أنت ضربتوا فيه وقتلتوا فيه بتتحدثون عنه بالإعجاب، إحنا بالنسبة لنا يوم مشؤوم. فوقف السائل قال له مش عارف يقول إيه، هيرد يقول إيه؟ أنتوا بتعجبوا بناس ماتت وبتيجي تكلمني وبتقول لي مش من حقك إنك تاخد بيت المقدس؟ فقال له صلاح الدين: اذهب سالما ولن يعترضك أحد، وقل لمن أرسلوك إننا لا نحاربكم في أوروبا ولا نخترق البحر بسفننا جاي نزعبكم في دياركم، ولكنكم اعتديتم على الآمنين، فكان من رسالتنا أن نرد الاعتداء. هو ده رد فعل المسلمين، احنا مش هنهاجم، احنا بندافع. والدفاع اللي كان موجود كان حق طبيعي ان احنا ندافع على أراضينا، لكن بالنسبة لأوروبا هو ده اللي حصل من هجوم على بيت المقدس بدون حق، واحنا اللي عملناه دور ايه؟ دور دفاع. ومش هنهجم على اوروبا في يوم من الايام ولا نخترق البحر بالسفن بتاعتنا. ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان صلاح الدين بيدل على موقف المسلمين، وموقف اللي كان عايز يعبر عنه صلاح الدين بالكلمه اللي قالها ليه احد الصليبين. طب نتائج موقعة حطين: اولا هزم طبعا الصليبين هزيمة ساحقة، رفع الروح المعنوية للمسلمين، وطبعا بدل طبعا موقف الصليبيين من موقف الدفاع بدلا من الهجوم. وهنا اظهر اهمية وحدة المسلمين، لان وحدة المسلمين ظهرت بشكل كبير جدا 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 في المعركة، معركة حطين اللي انتصر فيها. ويمكن احنا عاملين اغنية كده نقول ايه المعركة حطين بقيادة صلاح الدين ضد مين؟ ضد الصليبيين. طيب الصليبيين مفيش، يعني بص، يعني فكرة ان انت تأمنهم وتعافي عنهم وتعفى عنهم ده موقف صلاح الدين، لكن الموضوع للأسف ما ردوش على العفو ده بالعفو. لا، الصليبين بيحاولوا مرة اخرى، والله والله بيحاولوا مرة اخرى يهاجموا على بيت المقدس بنفس الطريقة، نفس القتل، الجرائم اللي كانوا بيعملوها، والمفاجأة على المسلمين والمسيحيين اللي موجودين في الشرق ده بيدعوا ان هم بيحموا الصليب، وهو مش كده. مفيش حد بيحمي الصليب او بيحمي الدين الاسلامي بالقتل، ده اسلوب
همجي ده اسلوب غلط، جاي يقول لك انا جاي احميك فاقتلك، دي ايه دي؟ ده ايه الموقف ده؟ ايه الرأي ده؟ الصليبيين لما هجموا على بيت المقدس كان بثلاثي، المرة دي ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، فيليب أغسطس ملك فرنسا، فريدريك بارباروسا إمبراطور ألمانيا. حصل بقى، شوف المفاجأة، شوف هي بقى ربك ما بيتعاندش والله. ريتشارد قلب الأسد لما راح هناك، فيليب أغسطس ملك فرنسا وفريدريك بارباروسا، فريدريك بارباروسا والجيش بتاعه حصل غرق للحاكم اللي هو بارباروسا وجيشه، فيليب أغسطس حصل خلاف بينه وبين ريتشارد قلب الأسد، فراح ريتشارد قلب الأسد بعد ما كانوا ثلاثة صفت على واحد وهو اللي واجه صلاح الدين، لما عجز إنه يهزمه فشلت الحملة الصليبية الثالثة، وانتهت في النهاية مع صلاح الدين بعقد صلح الرملة، ونصت على إن المسلمين ياخدوا بيت المقدس مقابل إنه يليهم الحق إنه يؤدوا الحج، وعاد ريتشارد قلب الأسد فيما بعد، وتوفي صلاح الدين في 57 من عمره تاني. مين اللي ورث العرش من بعده؟ أخوه الملك العادل، وحاول إنه يتصدى للصليبيين، وده واجه في وجوده بعض المتاعب في الحملة الصليبية الخامسة، ولكن كان في مشكلة. الحملة الصليبية الخامسة، ودي مهمة جدا، الحملة التي توجهت إلى مصر المرة دي، الحملات اللي فاتت سواء الحملة الصليبية الثالثة أو حتى في معركة حطين، ككل المواجهات اللي كانت موجودة ومركز الأحداث كله فين؟ في بيت المقدس. المرة دي مركز الأحداث راح على مين؟ على مصر. يعني فطن الصليبيين بإنه مصر هي ترسانة العالم الإسلامي، هي قلعة التصدي لطموحاتهم، هي التي تمنع دائما محاولاتهم للاستيلاء على بيت المقدس، فقرروا إن هم يروحوا فين؟ لمصر، وحصروا فعلا مدينة دمياط، ولكن الملك العادل توفي في الطريق لقرب دمشق عشان يقدر إنه يروح على دمياط، وساعتها خلفه ابنه الكامل. الكامل ما كانش بقوة أبوه في هذه الفترة، كان متساهل شوية، فعرض على الصليبيين قالوا طب إيه رأيكم تاخدوا بيت المقدس وتسيبوا لنا دمياط؟ الصليبيين أبدا والله ما ينفع، طمعوا، أنا رافض، لا أنا عايز بيت المقدس وعايز دمياط. فابتدى الطمع يدخل فين؟ في قلبه. المصريين عملوا ايه؟ فتحوا الصدور والترع واغرقوا الاراضي بالمياه، فمين اللي غرق؟ الصليبيين، وغرق معاهم طموحاتهم، وقرروا ان هم يخرجوا من دمياط واضطروا للجلاء، وساعتها سمح لهم الكامل بالرحيل وعقد معهم هدنه لمده 8 سنوات. لكن الموضوع حصل تاني، الحمله الصليبيه السادسه حصلت ليه بقى المره دي؟ قال لي كان في خلاف ما بين المعظم عيسى وما بين الملك الكامل. المعظم عيسى استعان بمين؟ قال لي استعان بالخوارزميين. استعان بمين؟ بالخوارزميين اللي هو ملك بيت دمشق والحلب، استعان بالخوارزميين. السلطان الكامل استعان بمين؟ في فريدريك الثاني. استعان بفريدريك الثاني. لما دب الخلاف ما بينهم هما الاثنين، كان في مشكلة ما بينهم. طيب لما ده بالخلاف، توضع الأوضاع تبدلت تماما، وقد قتل المعظم عيسى. هنا ساعتها لما قتل المعظم عيسى، فريدريك الثاني تحرك استجابة لمين؟ للسلطان الكامل. طب السلطان الكامل مستعان بفريدريك الثاني عشان يقضي على المعظم عيسى، المعظم عيسى اتقتل. طب ايه الحل؟ فقرر انه يتفق معاه اتفاق. ايه؟ قال له خلاص انت هتاخد بيت المقدس وبيت لحم مقابل ان انت تسيب لنا المسجد الاقصى، المكان اللي احنا هنصلي فيه بس. وسميت ساعتها المعاهده دي بمعاهده يافا. غضب طبعا المسلمين اللي بسبب تساهل السلطان الكامل ده، حتى مرتين مش مره واحده، مره في الحمله الصليبيه الخامسه، والمره دي كمان في الحمله الصليبيه السادسه. نيجي بقى في الحمله الصليبيه السابعه. الحمله الصليبيه السابعه كان نتيجة عودة بيت المقدس مرة أخرى، كان في حملة بقيادة لويس التاسع عشان ياخد دمياط مرة تانية، حاول صلاح النجم الدين أيوب إنه ياخد دمياط برضه توفى،
واضح ان في مشكله في دمياط. صالح نجم الدين ايوب برضه توفى في دمياط زي الملك العادل في الحمله الصليبيه الخامسه قد توفي في دمياط. المهم مين اللي قاد الكفاح ساعتها؟ زوجته شجره الدر واستدعت ابنه توران شاه، وقد اخفت تماما موضوع وفاه الصالح نجم الدين ايوب. وساعتها كمل الجنود الحرب وانتصروا على لويس التاسع، وكانت الأسر بتاعه في المنصورة، وقد أسر بعد معركة سميت بعدها بمعركة الفيرسكور. وطبعا طبعا المعركة دي كانت بقيادة تورانشا. خلي بالكو في ريه بس زيادة اسمه فيرسكور. طبعا فيرسكو دي مش الاسم الصح بتاعها، في ناس بتقولها كده بس الاسم الصح بتاعها ايه؟ فيرسكور. المهم المعركة دي انتهت بانتصار لويس التاسع وهزيمة الصليبيين، وعقد صلحا فيما بعد بعد ما كان أسر لويس التاسع، وقرروا انه يسيبوا لويس التاسع ويعفوا عنه بعد دفع نصف الفدية. وساعتها انتهت الحملة الصليبية السابعة، وانتهت الحملات الصليبية تماما. السؤال هنا بقى، توران شاه هل استمر في المعركة في الحكم؟ ايه اللي حصل؟ توران شاه قتل، وكان في هناك مؤامرة، لأنه بعد توران شاه سقط الدولة الأيوبية، كان آخر ملوك في الدولة الأيوبية. خلاص احنا هنقف عند جزئية المماليك ودور الدولة الملوكية، احنا كده خلصنا دور الدولة الأيوبية والقضاء على الصليبيين. شكرا جدا، مع تحيات قسم التاريخ. شكرا.